السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الأول إعدادي بريب 1 وسيشن جديد من سمر أكتيفيتي Mathematics. تعالى كده مع بعض النهاردة هنعمل اه أكتيفيتيز حوالين موضوع مهم جدا ودايما هنلاقيه معانا في الماس decimals نفتكر كده مع بعض يعني إيه ديسيمال نمبر تعالى كده الديسيمال نمبر هو عبارة عن فراكشن فراكشن عادي خالص ولكن الدينيموريتور بتاعه 10 uh, او المالتيبل اوف 10 يعني 100000 اند سو اون لما اقول 3 اوفر 10 انا ممكن, ممكن اكتبها كده يا اولاد اس ا 0.3 طب 7 اوفر 10 يبقى 0.7 طب الزيرو دي يا مستر يعني دي ريبريزنت ايه الزيرو دي يا اولاد معناها الولول الول نمبر الوول نمبر طب هنا ليه لان هنا ما فيش حاجه في هنا وول نمبر ما فيش فبنقول ايه 0.7 طب هنا 13 اوفر 100 دي يبقى 0.13 0.13 قلنا بقى الزيرو معناها الايه الوول هل هنا في نمبر لا طبعا يا مستر يبقى 0.42 طبعا دي مراجعه سريعه كده ريفيجن سريع على يعني إيه أو الكونسبت concept of decimal numbers طيب، تعال بقى الأهم من كده إن إحنا how to add adding decimal numbers سهلة جدًا، إحنا هنا يا ولاد 0.4 plus 0.5، تعالوا كده لو إحنا حاولنا نكتبها as a fraction معناها إيه؟ 4 over 10, 5 over 10, يعني طبعًا دول like denominator يبقى 10. 5 و 4 9 over 10 يعني أكتبها بقى as a decimal 0.9 واحد يقول لي يا مستر ما سهلة أقول 4 plus 5 equals ايه 9 هقول له برافو بس خد بالك عشان في حاجة مهمة جداً المهم هنا ال-Decimal after one digit وهنا ال-Decimal after one digit يعني ال-Decimal point دي ال-Point ده هي after one digit وهنا after one digit يبقى هنا 4 هنا 5 يبقى هنا 1 ديجيت وهنا 1 ديجيت يبقى نقدر نعمل لهم بلس ايه دايركتلي طيب على كده معايا هنا 9 plus 6 15 مش هقدر اكتب ال 15 كلها 5 وكاري اب 1 1 plus 6 ايكوال 7 7 plus 3 10 طب 105 هنا ال 2 هنا decimal افتر 2 ديجيتس يبقى هنا احط البوينت هنا اهو تبقى 1 في بالك بقى بشكل واضح 1.05 طب تعالى نتاكد اهو يا مستر لو انا قلت 69 over 100 plus 36 over 100 طبعا دول لايك like وهنا 100 9 plus 6 15 carry up 1 يبقى هنا 10 هنا طالما الدينوميريتور بتاع 100 يبقى البوينت افتر تو ديجيتس يبقى ادي 5 0 وهنا البوينت وهنا ال1 يبقى 1.05 اهي زي ما موجود اهي نفس الكلام هنا 0.122 0.013 يبقى 2 plus 3 5 و 2 plus 1 3 1 1 البوينت قابلتني هنسيبها هي زي ما هي طيب تعالى كده ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا ايه هي هنا اهو 0.9 0.7 هنا النفس السيم اهو ذا سيم ايه الديسيمال بوينت هنا افتر 1 ديجيت والديسيمال بوينت هنا افتر 1 ديجيت يبقى بنعمل بلس دايركتلي 9 بلس 7 16 طب هنا احط البوينت هنا ولا هنا ولا فين بالظبط أقول لك هنا يا مستر افتر طيب 1 ديجيت افتر 1 ديجيت يبقى احطها افتر 1 تبقى 1.6 طب لو انا عايز اتاكد اي 9 اوفر 10 بلس 7 اوفر 10 16 اوفر 10 يعني 1.6 طب هنا 0.6 0.88 طب نعملها ازاي؟ اه هنا البوينت افتر 1 ديجيت لكن هنا افتر 2 ديجيت نعمل ايه هنا يا اولاد؟ بالانس يعني نحط هنا زيرو ليه يا مستر؟ اهي 0.6 هي هي 0.60 هي هي 0.600 طب تعالى نتاكد اهو 6 اوفر 10 60 اوفر 100 هي هي 600 over 1000 اهو زيرو مع الزيرو تطلع كام 6 over 10 هنا برضه دبل زيرو دبل زيرو تطلع برضه يا اولاد ايه 6 over 10 يعني لو عملت لها simplify هتكون ايه 6 over 10 يبقى بحط الزيرو دي از بالانس عشان اقدر اعمل بلس 0 plus 8 equals 8 6 plus 8 equals 14

يبقى 613 .630. طيب هل subtracting يعني زي ال adding طبعا هتلاقيها زيها بالظبط نفس الكلام يا ولاد هنا ال point after one digit هنا ال point after one digit يبقى 9 minus 2 equals 7.0 4 minus 4 equals 0 4 2 equals 2.0 2 1 equals 1, 2 1 equals 1, 7 minus 0 7.0 هنلاحظ حاجة إحنا هنا عملنا minus directly ليه يا مستر؟ لأن هنا كلها بين الـ كلها سوري النمبرز هنا الـ digits بتاعتها بالانس هنا 2 digits 2 digits 3 digits 3 digits طيب تعالى لو كان في حاجة مش موجودة هنا 1 وهنا e 1 هنقول 9 minus 3 سوري 9 minus 2 equals 7 البوينت قابلتني هنزلها 5 minus 3 equals 2 طيب تعال هنا معايا هنا 0.4 يعني هنا 2 digits وهنا 2 digits طيب 4 minus 9 طبعا واحد يقول لي 4 minus 9 كانت بي نعمل بورو من الزيرو ما الزيرو ما فيش يبقى هناخد منين هنعمل بورو منين يا اولاد من 1 عادي يا مستر انا ممكن اعمل بورو من الـ 1 يعني بعد البوينت عادي جدا هخليها هنا زيرو وهنا 10 هنعمل بورو بقي للـ لل4 دي هتبقى 9 وهنا تبقى 14 14 9 ايكوالز 5 9 2 ايكوالز 7 hot to a 0 minus uh, 2 can't be a positive 1 man, and 9 became 8 within a 10 10 minus 2 equals 8 we 8 minus 2 equals 6 if a case 875 type another one Eight point four hundred. سوري uh, 714 6.78 هنا يا مستر بالانس في بالانس تمام جدا يبقى 4 8 كانت بي يبقى هنا 14 وهنا 0 14 8 equals 6 0 minus 7 كانت بي يبقى 4 1 من 7 وهنا 10 10 7 3 6 minus 0 equals 6 الـ point قبلتني هنزلها 8 minus 2 equals uh, sorry 8 minus 6 equals a 2 جميل إيه جدا يبقى ناخد بالنا واحنا بنعمل adding او subtracting لل decimal numbers ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا ال balance نعمل balance لل decimal point هنا اهو

هنا 10 نعمل بورو تبقى 9 وهنا كام 10 10 minus 8 equals 2 9 minus 7 equals 2 6 uh, minus 0 equals 6 point وهنا 8 uh, minus 6 equals 2 لاحظ حاجة مهمة جدا أنا حابب أكتب السؤال ده كده هنا أهو minus 6.07 78 احنا هنا لما عملنا بالانس يا اولاد ناخد بالنا لما عملنا بالانس لما عملنا بالانس هنا حطينا 0 0 لاحظوا حاجه لما جيت اقول 0 ماينس 8 كانت بي رحت اعمل برو من الـ من النكست 0 فايه اللي حصل ما هو هو كمان 0 فرجعنا رحنا رايحين لمين يا اولاد لل7 بقت 7 6 وهنا بيكيم 10 ورجعنا تاني من الـ 10 دي عملنا ايه؟ ها 9 وبيكيم دي ايه؟ 10 يعني هنا من الزيرو ده عملنا 2 بولز يعني عملنا البورو كام مرة؟ مرتين مش مرة ايه؟ واحدة ناخد بالنا بس طبعا وقلنا 10 minus a2 وهنا دي بقت 9 ما بقتش 10 9 minus 72 وهنا 6 ماينص 0 6. 8 6, 2. ملتبلاي، تعالى كده بقى ملتبلايينج دسمال نمبر، ناخد بالنا كده الملتبلاي دي جميلة جدا. أولا الملتبلايينج والـdivision مش بنحتاج فيهم إن إحنا نعمل بالانس خالص، بسيطة جدا. هنا بيقول لي 124.5 by 0.1. 124.5 by 0.01. 124.5 by 0.001 تعالى كده نشوف مع بعض نحلها ازاي بسيطة جدا تعالى كده اعمل convert لي النمبر ال number ده to the two fraction يبقى 1245 يعني 1245 over a over 10 ليه قلنا over 10 لأن ال after one digit by 0.1 معنا 1 over 10 طيب طبعا احنا هنا في الملتبلاينج ملناش دعوه بلايك like او ان لايك ما يهمناش هنعمل ايه؟ 1245 by 1 تبقى ايه؟ ال 1 ده بنقول عليه ايه؟ ها؟ أه؟ فاكرين؟ كنا بنسميه ايه؟ الفاكر هيبقى شاطر ها؟ أه؟ بنسميه identity يعني ده عباره عن محايد 1 by 5 5 1 by 4 2 1 10 by 10 100 يبقى هنا over 100 يبقى ال point فين after 2 digits يعني هنا يا مستر يبقى 1 2.45 طب تعالى نعمل نفس الكلام هنا اهو يا مستر over 10 by هنا هيبقى 1 over 100 Tib a 1245 over thousand. Over thousand, yeah, it point after three digits. a one, two, three, a one point two forty-five. Five and F silkel over ten by one over thousand. Then it after three digits. Tip a one thousand two hundred forty-five. over ten يبقى equals ايه؟ e after four digits. ادي one, two, three, four. 5 uh, four, two, one point zero. حد لاحظ حاجة؟ اه يا مستر انا ملاحظين حاجة هنا لما احنا عملنا by zero point one, point اتحركت step كده او one move to left. آه. هنا. ولما عملنا زي باي 0 0 زي باي 0.01 البوينت اتحركت تو موفز تو ليفت اهي بقت عند ال1 وهنا اتحركت 3 موفز تو ليفت يبقى هنا ناخد بالنا من حاجه مهمه قوي لو انا عملت باي 0 باي 0.1 يبقى معنى كده ان البوينت بتاعتي بيحصل لها ايه بيحصل لها موف تو ليفت مش موف تو رايت موف تو ليفت ماشي حسب ايه لو 0.1 يبقى لو انا عندي حاجة واحدة بس اللي هو 1 after البوينت point او الديسيمال decimal point يبقى اللي هيحصل هتحرك 1 move طب .01 يبقى two 0.01 يبقى 2 moves to ليفت 0.001 يبقى 3 moves to ليفت طيب تعالى كده افرض ما قاليش كده جاب لي سؤال عادي خالص ما 0.1 قال لي 8.2 و2.1 هنا يا ولاد نحلها بشكل ظريف جدا خالص كأن دي 82 من غير البوينت خالص هنعمل لها ايه؟ كانسل كأنها مش موجوده او هايد يعني by 21 ونعمل multiply اللي احنا بنعملها البسيطه جدا اللي هي الستاندرد 1 by 2 equals 2 1 by 8 equals 8 هنا ال 2 دي موجوده فين موجوده في التنز يبقى لازم احط الاول ايه بوت 0 2 باي 2 4 و 2 باي 8 16 يبقى 2 8 بلس 4 12 كاري اب 1 7 وهنا ايه 1 يبقى 1722 يا يعني مستر يعني 8.2 باي 2.1 تدينا 1000 ازاي؟ هقول لك لا خد بالك

By 31, 1 by 4 equals 4. 1 by 1 equals 1. 3 now let's tens. a pot 0, 3 by uh, 4, 12. Carry up 1. 3 by 1, 3, 1, 4. 4. 4. 4. 4. If a 4. 4, 3, 4. If a four hundred thirty-four. What in a point, in a point. If after two point if a four point thirty four. Five. Zero point two multiply two point one if a twenty one by two, two by one, two, two by two four, forty two will point after two digits If now. If a zero point forty two division of dividing this. 1.245 0.1 0 0.1 0 0.001 واحد يقول لي يا مستر طالما في المالتبلاينج كنا بنتحرك تو ليفت يبقى اكيد واحنا هنا هنتحرك تو ايه تو رايت بس تعالى نفهمها الاول ونشوف مع بعض هنا دي كده لو انا كتبتها 1245 as a fraction over 1000 divided 1 over 10 طبعا نفتكر مع بعض لما كنا بنعمل division للفراكشن كنا بنستخدم الرول بتاعتنا كانت ايه ها كي سي اف كي يعني تيب يبقى 1245 divided over 1000 change يبقى multiply flip 10 over 1 طبعا هنا دي راحت مع دي يبقى 1245 اللي هي 1245 over 100. over 100 معناها ايه؟ يعني after 2 digits يبقى 12.45. اه واحد يقول لي يا مستر صح فعلا ال point حصل لها موف تو رايت يبقى هنا ال point يا مستر لو انا بعمل 0.01 ولو انا هنا بعمل divided 0.1. البوينت هيحصل لها ايه؟ البوينت هتتحرك ولكن فين؟ لو انا ملتبلاي تو ليفت طيب لو في الديفايد هتبقى تو ايه؟ تو رايت جميل جدا يعني يبقى معنى كده لو انا ديفايد 0.01 يبقى هتحرك تو رايت كام يا ولاد؟ تو ديجيتس يبقى 1 2 تبقى 1244 لان البوينت لما تبقى هنا ملهاش ايه ملهاش لازمه كانها بوينت 0 ما مش محتاجينها في حاجه هنا كام يا اولاد هنا 3 ادي 1 طب فين ال 2 3 هنحط مكانهم ايه يا اولاد 0 ادي 1 4 5 هنحط 0 0 يبقى 124500 طيب شوف كده اكزامبل لو قال لي اعمل divided ولكن مش على حاجة زي ولا 0.1 ولا 0.01 ولا 0.00 ايه تعال كده. 2.64 divided 22 سوري uh, divided 2.2 احلها دي ازا تعال كده لما نتكلم في divided افكرك في الديفيجن division كنا بنسمي ده divided ودي الديفيجن ساين uh, وهنا يا اولاد دي الديفايزر ده الايه الديفايزر كل يهمني بقى يا اولاد في الموضوع ده الديفايزر لازم الديفايزر ده ما يكونش فيه البوينت فانا بعمل ايه بعمل موف للبوينت هنا افتر 1 ديجيت يبقى هعمل هنا 1 حركه واحده يبقى اعمل هنا كمان يا اولاد ايه حركه ايه واحده تبقى 26.4 divided 22 طب ايه وانا كده بحرك بمزاجي لا يعني كاني عملت هنا ملتبلاي 10 وكاني عملت هنا ملتبلاي 10 طب انا ليه قلت ملتبلاي 10 عشان البوينت هنا افتر 1 ديجيت طب لو افتر 2 ديجيت زي هنا كده يبقى هعمل باي ايه باي 100 جميل جدا طيب تعالى كده اهو نيجي هنا يا مستر اهو نعمل 4 ديفايد 22 ناخد كده مع بعض ستيب باي ستيب 26 divided 22 نعملها ازاي؟ سهلة جدا زي ما احنا متعودين وعارفين احنا بنمشي مع الـ الـ المسألة بتاعتنا step by step اهو 26 divided 22 مفيش حاجة منها by 22 تديني 26 بعمل ايه؟ بعمل decrease لل 26 أقللها 25 ما ينفعش 24 خلاص بقينا شاطرين يا مستر مش محتاجه بقى نمشي واحده واحده ما هنقول 22 على طول برافو 22 ديفايد 22 كام 1 ونعمل ايه يا اولاد ماينس 6 ماينس 2 4 2 ماينس 2 1 هنا بقى مين ادي الديسيمال بوينت الديسيمال بوينت وانا ماشي في الطريق قابلتني يبقى هعمل ايه هروح حاططها كده فوق وانا مغمض واعمل دروب للي عليه الدور اللي هي مين الفور 44 divided 22 2 معروفه جدا 2 by 24 و 2 by 24 وهنا 0 0 اه يبقى هنا يا مستر الاجابه بتاعتي تبقى 1.2 طب لو انت عايز تتاكد من الاجابه دي لو انت عملت دي باي دي هيحصل ايه؟ هيديك 26.4 طيب تعالى هنا اه هنا يا مستر انت قلت لنا نبص على الديفايزر نحركه نحرك حركة لأن هنا افتر one ديجيت طيب جميل يعني كأن عملته ملتبلاي ايه 10 براف بكيم 3 براف طب هنا لما اعمل ملتبلاي 10 ما مفيش ديسيما عادي جدا 125 ملتبلاي 10 يبقى هتبقى ايه 1250 وتبقى ديسيما مسألة عادية جدا جدا اقدر ان انا اعمل لها ديفايد 100 1000 250 divided 3 1 divided 3 كانت بي يبقى هنكبرها ناخد اللي جنبها 12 divided 3 معروفة يا مستر 4 0 0 هنعمل دروب لمين يا ولاد ال 5 5 5 divided 3 في حاجة باي 3 دينا 5 فيش يبقى نقول هنا ايه 3 uh, يبقى هنا 1 يبقى 5 minus 3 equals 2 هنعمل دروب لمين يا ولاد للزيرو جميل زيرو بقت هنا 20 20 divided 3 equals ها 6 6 by 3 18 10 minus 2 minus, uh, minus 18 2 اه طب هنا يا مستر هنا ما كانش في ريميندر الريميندر هنا كان زيرو طب الريميندر هنا 2 اكتبها ازاي؟ حلها ازاي دي يا مستر؟ اقول لك عندنا طريقه سهله جدا كنا بنعمل ايه فكرك بيها هنعمل هنا بوينت واحط هنا ايه زيرو طالما هنا عندي ريميندر يبقى بوينت واحط زيرو 20 3 بكام هنا ايه 2 ها واحد يقول لي يا مستر هتفضل كده على طول اقول لك هنا هنعمل لها ابروكسيميت تو ديجيت يبقى الاجابه بتاعتي 4

نمشي مع بعض 2000.4 divided 312 هناخد 240 divided 312 طبعا كانت بي هنكبرها هناخد ايه اللي جنبها طب كنا بنعمل ايه هايد اند تيست يعني نخبي الاثنين دول كده يا اولاد اهي تبقى 24 divided 38 نجرب حاجه اقل من 8 شويه نجرب مثلا نعمل test المين 7 أه كده نشوف كده 7 7 by 2 14 carry up 1 7 by 1 71 8 و 7 by طب 7 أه by إيه؟ 7 by 3 21 طب ممكن نجرب ال 8. طب الأول خلينا نجرب ال 8. 8 by 2 16 carry up 1 8 by 1 8 1 يبقى 9 اه هتبقى كبير يبقى مش هينفع الايه هناخد مين بقى زي ما قلنا 7 7 by 2 14 carry up 1 يبقى 7 by 1 7 يبقى 8 7 by 3 uh, 21 2 minus 4 كانت بي يبقى هنا تبقى 3 وهنا 9 وهنا 10 وهنا 12 12 8 8 4 8 9 8 1 3 1 2 طيب هنا بقى يا مستر البوينت اللي قبلتني اعمل ايه احط هنا بوينت واعمل دروب سوري هنعمل هنا بوينت اهو هنعمل بوت للبوينت ونعمل دروب لمين يا اولاد للفوق 2184 uh, اهي هي اللي فوق دي اهي يعني معناها كام؟ 7 يبقى 2000 وهنا يبقى 0 يبقى الإجابة بتاعتي هنا 7.7 كده إحنا عملنا ريفيجن على الديسيمال وعلى الأوبريشن بتاعة الديسيمالز كلها عملنا قبل كده برضو بعض الأفكار الجميلة عن الفراكشنز والفاكتورايزيشن تمام؟ أشكركم وإن شاء الله على وعد بلقاء في سيشن جديد آه, الاسبوع القادم سي سون